السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بيكم في الفيرتشوال لاب بتاعنا اللي احنا شغالين عليه. ان شاء الله النهارده هنبدا باذن الله نطبق عملي اللي احنا درسناه في درس الريزيستنس. يلا بينا، جاهزين يا ابطال؟ يلا بينا. احنا بنعمل الكلام دوت امتى؟ بنعمل الكلام ده بعد ما شرحنا الحصه وانا حليت فيها وانت كمان حليت فيها. بنعمل ده بعد ما رحت عملت الهوم ورك بتاعك وذاكرت ورحت صححته. بنعمل ده بعد ما حلينا الكتاب الخارجي. بنعمل ده كمان بعد ما حضرت الملخص وبعد ما امتحنت يا ريس. يبقى اذا عند حضرتك ده، يبقى ده البارت الاخير عند حضرتك لكل فهم الدرس. خلاص كل حاجه بتشوفها. اي حد مش مدرك يعني ايه الكترون يتحرك جوه سيركت، اي حد مش مدرك هو ايه الريزيستنس ديت، اي حد مش مدرك ان لما اللينس بيزيد الريزيستنس بتتغير، لما الاريا تتغير الريزيستنس كمان بتتغير. والريزستيفيتي يا مستر هي يعني ايه الريزستيفيتي تتغير؟ الناس اللي كانت بتسال مستر هو التايب اوف ماتيريال بيتغير ازاي؟ يعني ايه كبر؟ يعني ايه ايرون لما بدله بكبر يبتدي الريزيستنس بتاعته تتغير؟ هو يعني ايه فريكشن بتوين الكترون وبعضها؟ كل ده في دقائق بسيطه نقدر نوضحه مع بعضينا. بص حبايب قلبي، جاهزين مع بعض؟ حبايب قلبي احنا اتفقنا ان الريزيستنس اوف كوندكتورز بتاثر بكام حاجه، الفاكتور افكتد عليها كان اربع حاجات. مين شاطر يقول؟ اول حاجه اللينس. طب اللينس ده كان دايركت ولا انفرس؟ دايركت بروبورشنال يا مستر. اف اللينس انكريز تو دبل ذا ريزيستنس انكريز تو دبل. الله. تاني حاجه حبيب قلبي كانت بتاثر على الريزيستنس كانت ايه؟ الاريا يا مستر، الكروس سكشنال اريا، وكانت انفرس بروبورشنال مع الار. كل ما كانت الاريا زادت كل ما كانت الريزيستنس تقل. طب ايه الاثنين التانيين يا مستر؟ قال لحضرتك حاجه اسمها تمبريتشر، حاجه اسمها تايب اوف ماتيريال، ودول متجمعين في كلمه اسمها الريزستيفيتي. طيب يبقى اذا الريزستيفيتي عند حضرتك لما بتزيد يبتدي الريزستنس كمان تزيد، اللينس يزيد او يتغير يبتدي عند حضرتك الار يتغير يزيد هو كمان، والاريا العكس. طب تعالى نشوف كده، شايف زي ما انت حضرتك هنا ايه اللي يحصل يا ترى لو بدات؟ يعني انا اللينس عندك هنا ب 12.47 سنتيمتر، طب ما تيجي نزوده ونشوف ايه اللي يحصل. اللي بالاسود ده تقريبا هو حركه الالكترونات اللي عند حضرتك الترتيب بتاعها. طيب يلا بينا. ها بص حبيبي الغالي، ها نبدا نزود اللينس. يلا زود اللينس زود اللينس زود اللينس. مين عمال بيزيد؟ ها الار. طب ليه يا مستر؟ بص حبيب قلبي، ها ها اللينس لما كان صغير كان في عدد من الالكترونات موجود. بص لما بزود اللينس عدد الالكترونات شوف بيزيد ولا بيقل ازاي. ها بيزيد اهو، بيزيد 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 بيزيد. طب ما يزيد يا مستر. لا يا حبيبي، ما هو كل ما بيزيد كل ما الفريكشن ما بينهم بيزيد. طب ما هو الفريكشن ما يزيد يا مستر الفريكشن. قال لك لا، ما هو الريزيستنس بتيجي منين؟ هي الريزيستنس بتنشا منين؟ تنشا بتوين الفريكشن، الاحتكاك اللي ما بين الالكترون وما بين الملكرز وبعضها. فبالتالي عند حضرتك هنا كل ما الفريكشن انكريز فالاحتكاك بيزيد، فاذا الريزيستنس تزيد. طب ده بيحصل لما اللينس يزيد. طب يا مستر رجع لي اللينس تاني مكانه. يلا يا مستر، ها ايه اللي يحصل بقى لما نزود الاريا؟ شايف انت عند حضرتك الترتيب بتاع الالكترون ده موجود ازاي؟ ها لما بتبدا تزود الاريا بقى فبتدي حريه حركه لمين؟ للالكترونز هنا. فالاحتكاك ما بينها يزيد ولا يقل؟ الفريكشن يقل. فلما الفريكشن يقل الريزيستنس يزيد ولا فاذا عند حضرتك هنا خلي بالك بقى، الفريكشن قل يعني الريزيستنس قل. ما هو انت عند حضرتك اريا زادت فاذا عند حضرتك الفريكشن قل فالريزيستنس قل. وريني يا مستر، عدد الالكترونات زي ما هو اهو موجود بس انت زودت له المساحه. بص 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 عمال بتزود فيه، فعطي حريه حركه للالكترون زي رايز. فبالتالي عند حضرتك هنا الار عماله ايه؟ بتقل. جميل. طيب ايه تاني بقى؟ الريزستيفيتي. حلو، غيرت الريزستيفيتي يا مستر علتها. يعني ايه اعلي الريزستيفيتي؟ تعلي الريزستيفيتي دي معناها يا اما انت غيرت درجه الحراره علتها، غيرت التمبريتشر زودتها، يا اما عند حضرتك انت غيرت نوع الماده. طيب عند حضرتك، طب ايه المشكله لما الماده نوعها هيتغير؟ اقول لك لا، كل ماتيريال او كل اليمنت او كل ماده عند حضرتك هنا عندها الالكترونز الخاصه بيها. فلما تبدا يعني الاتوم مترتب فيها الترتيب ترتيب منتظم بطريقه معينه، فلما حضرتك تبدا تغير الماتيريال يبقى انت غيرت ترتيب الاتومز، غيرت ترتيب الالكترونز، فبالتالي عند حضرتك غيرت. طب غيرت هنا معناها ايه؟ انك انت غيرت ريزيستنس، فالاحتكاك هيبقى مختلف. تعالى مثلا علينا الريزستيفيتي، ايه اللي يحصل؟ تعلي الريزستيفيتي يعني انت غيرت المعدن، زودت الكترونات، زودت احتكاك، ها؟ فبالتالي عند حضرتك او زودت درجه حراره، فبالتالي الريزستنس هي كمان بتزيد. تمام يا حبايب قلبي؟ يبقى اذا عند حضرتك لو حابين نلخص الكلام ده في ثانيه كده سريعا هنعمله ازاي؟ نتكلم كده. ان تي ار، ان تي ار بيتاثر معاكي كام حاجه؟ اربع حاجات. ايه هم حبايبي؟ لينس، اريا، تايب اوف ماتيريال، والتمبريتشر. دايركت، انفرس، انكريز، انكريز. بس ده عند حضرتك لما يغير نوع الماده هنبقى نشوف بيسالنا فيها ازاي.
في مشاكل. طيب ايه تاني حبيبي؟ انت عندنا الريزستيفيتي. الريزستيفيتي دي لو حبينا ناخدها في ترمينال لوحدها هتساوي ار اي اوفر مين ال. حبيبي احنا اتفقنا دي فيزيكال بروبرتيز، يعني ما بتتاثرش بالاريا ولا باللينس، دي بتتاثر بحاجتين بس، التمب والتايب، تمبريتشر وتايب. اجي اسالك الريزستنس الاريا انكريست دبل، ايه اللي يحصل ريزستيفيتي؟ تقول لي ريمين كونستانت. اللينس ديكريست هاف، ايه اللي يحصل للريزستيفيتي؟ تقول لي يا مستر عند حضرتك ايه اللي يحصل فيها؟ تقول لي يا مستر ريمين كونستانت. حبايب قلبي يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الدقائق البسيطه ديت. اشوفكم على خير الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.